أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج 6 على 6. لما بيجي في بالي كده وبفكر في مقولة دايما بسمعها وبقراها، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، وحين فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. بتخليني بدرك وبفهم كويس جدا أن البني آدم مفيش حيلة ليه في الدنيا غير السعي، السعي للخطوات بتاعتي والسعي للنجاح والسعي والكفاح في شغلي وفي عملي وفي حياتي، واسيب النتائج كلها لربنا، ولان مفيش حاجه بايدينا في الدنيا غير كده. وعلى اثر ان احنا بنتكلم في الكفاح وبنتكلم في الطموح وبنتكلم ان كل واحد لازم يحب مجاله ويحب التخصص اللي هو فيه ويجتهد فيه ويسيب النتائج كلها على ربنا، معانا مثال جميل جدا النهاردة في مجال البصريات. مش بس بصريات، يعني احنا اكتشفنا حاجات تانية كمان مع أستاذة هبة، وأمور تانية فادتها كتير جدا في المجال. معانا النهاردة أستاذة هبة الموجي، صاحبة مؤسسة أوبتيميوم للبصريات. خليني أرحب بيكي بس في الأول. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، شرفتينا. شرف ليا طبعا. عايزين بس من حضرتك كده تعريف بسيط بس. آسف. هبة الموجي إنسان بسيط، درس زيه زي اي حد في معهد البصريات. بصراحه ما اشتغلتش في المجال على طول، بس درست حاجات تانية غير المجال. درست تجاره، اداره اعمال، اشتغلت في مجال تاني اداري، بس رجعت تاني لقيت، يعني انت عارف اللي خرج من داره وتقل مقداره، لقيت اني لازم ارجع للبصريات لان هي داري والحاجه اللي انا فاهمه فيها. ولما دخلت المجال واشتغلت فيه لقيته مجال حلو قوي، حبيت ادي فيه اكتر، بدات اعمل يعني ايه ادرس فيه اكتر، اعرف عنه اكتر، لحد ما بدات اعمل المشروع بتاعي انا. وطبعا دراستي لاداره الاعمال فادتني ان انا افتح المجال ده وادور على العميل بتاعي فين وادرس الاماكن، يعني لحد ما وصلت للنقطه اللي انا فيها دلوقتي. شدني في اللوجو بتاع حضرتك كاتبه لعيونك نجتهد، دي حقيقه. تمام، ايه كان ايه الفكره فيها؟ ببساطة خالص كده، تعالى نرجع للبصريات من 70 سنة أو للعدسات، يعني أنا شغلي كله تقريبا عدسات. العدسة من 70 سنة كانت إزاز، وصلنا بيها لحد النهاردة بقت عاملة إزاي. شوف بقى الإزاز ودراسات البصريين طبعا وقتها، وكانت مساوئ إيه للعميل. لقينا إن هي يعني تقيلة، سهلة الكسر. بدأنا بعد كده ندور على العدسة تكون خفيفة شوية. العميل تعامل مع العدسة البلاستيك بحذر وخوف، قال لك مش بنفس نقاء الإزاز. قلنا له أوكي، طب تعالى ندور إيه، نشوف نعمل حاجة أنقى في البلاستيك، برضو ما تعاملش معها قوي زي الإزاز. بدأنا برضو البصريين أو الشركات الكبيرة بدأت تدور إزاي نطور من العدسة البلاستيك، فبدأوا يحطوا طبقات حماية للبلاستيك تعادل الإزاز، لأن فضلت مساوئ الإزاز موجودة اللي هو سهل الكسر. تمام. وتقيل مع إيه؟ يعني مع الوقت وزن النضارة بيبقى تقيل. فبدأوا يدوروا على خفية أو خف يعني إيه البلاستيك ووزنه الخفيف، وبقينا يعني نحط له طبقات حماية أكتر علشان تحمي العدسة من الخدش. غير ده وده بدأ ان هو يعمل كمان ايه، قال لك طب ما هو العدسه البلاستيك كمان بتتكسر وبتخدش معايا بسرعه، عالجنا حته الخدش وجينا نقول ايه العدسه اللي هي البلوكربونايت. تمام، بدأ نطور كمان من العدسات البلاستيك دي بتبقى ضد الكسر، اللي هي لان في شباب او بنات يقولوا النضاره شكلها وحش عليا وانا ما بحبهاش، ما بحبش البسها علشان ايه، بحس ان انا كده ست كبيره. طيب فنزلنا لك الريملس، لقينا في الريملس العدسة بتتكسر، فبدأ التطوير ان العدسة لا ما بتتكسرش، اهي في عدسة مقاومة للكسر للايه للعدسة او للنضارة الريملس بس. جينا بعد كده لقينا العدسات، الجو قال لك انا بشوف كويس بالبلاستيك بس برضو مش مرتاح، العميل شايف كويس بس في حاجة مش مريحاني. بدأنا ندور في العدسة، العدسة طيب نسبة نقائها كويسة، ايه المتغيرات بقى اللي خلتنا ندور في العدسه تخلي العميل مش مرتاح؟ لان المتغيرات الجويه، طبقه الاوزون مثلا لما اتفتحت بدا عندنا اشعه الشمس بتبعت لنا الايه الاشعه فوق البنفسجيه،
فبدأوا يحطوا طبقة اليوفي في العدسات الطبية مع الشمس كمان، يعني الشمس هنتكلم عنه كمان شوية، فحطوا اليوفي للعدسة الطبي. غير ده وده بيمسك الموبايل كتير، ما دي متغيرات تكنولوجية، فبدأنا برضو نطور العدسة، حطينا الكوتينج بتاع، أو مش الكوتينج بقى، الماتيريال بتاع العدسة نفسه بقى بلوكات أو قاطع للضوء الأزرق اللي بيطلع من الأشعة من الأجهزة الديجيتال. فبدأنا عالجنا الضوء الأزرق وعالجنا اليو في. جينا بقى لعدسة الشمس، شوف برضو من زمان كانت عاملة إزاي، كانت مجرد عدسة ملونة بتحمي عينينا من الشمس، مجرد إنها حماية. دلوقتي برضو مع المتغيرات الجوية وبقينا ندور على العميل بيشتغل ايه، بيشتغل في مناطق فين، او طبيعة عمله، لان العدس في عدسة مثلا بتبقى يو في بس، في عدسة البلورايزد. طب البلورايزد بتعمل ايه او شغالة يعني ايه؟ دورنا على العميل بتاعها بيشتغل فين، هتلاقيها في المناطق اللي هي فيها تعدين، او اللي فيها المناطق الجو الحار اللي بيبقى فيها توهج للحرارة. فدي مراحل تطوير كويسه قوي، كل ده بيندرج لعيونك نجتهد. اجتهدنا، شوف، من عدسه ازاز تقيله لعدسه خفيفه، لعدسه غير البروجريسيف او التو فيجن، كل ده تطور عملناه، او الشركات اجتهدت علشان توفره لعميل يلبس نظاره يقول انا لابس نظاره صح. تمام. خليني اقول لحضرتك على حاجه برضه، يعني انا ملاحظ ان البصري او الراجل اللي هو اللي دارس بيبقى مواكب التطور اللي هو بيحصل في العدسات زي ما حضرتك شرحت دلوقتي. طبعا. ومع العدسات البلاستيك واضح ان فيها تطور كتير جدا زي ما حضرتك قلتي، في طبقات اليو في وطبقات اللي هي الكوتينج اللي هي الحمايه. عدسه مثلا او طبقه زي البلوكات دي، ايه الفكره فيها؟ ان هي بتدي راحه اكتر للعين وانت ماسك الموبايل بتاعك. انت مثلا الموبايل اوريدي بيبقى فيه يعني ايه، بيهدي لك الاضاءه شويه، بس بيدخل برضو عينيك، او الاضاءه بتبقى داخله على عينيك، بتحس بارهاق شديد وانت بتبص للموبايل، ما بتحس ان هي بتخلي عينيك ناشفه او بتعمل جفاف للعين. بالظبط. طب انا عندي حاجه تحمي عينيا، طب ليه ما اجيبهاش؟ هي مشكله العميل ان هو ما عندوش المعلومه لوجود العدسه دي، ودي ده دورنا احنا بقى كبصريين، ان احنا بنوصل لك ان في عدسه موجوده بلوكات لحمايه عين حضرتك من الموبايل او الاجهزه عموما، لان في ناس بتشتغل 24 ساعه قدام الكمبيوتر. هل في بالنسبه لحضرتك في مثلا طرق حمايه تانية غير النظاره بالنسبه للاجهزه؟ طبعا، نخرج في الهواء الطلق. يعني لما نخرج في الهواء الطلق هتدي عينك ان هي تشوف بطبيعيه اكتر. خد الاغذيه المضاده للاكسده علشان تجدد خلايا العين. وفي كمان فكره حلوه قوي اطباء العيون بيقولوها لما تكون بتشتغل قدام الكمبيوتر 24 ساعه، بيقول لك ايه، افصل كل 20 دقيقه مسافه 20 قدم لمده 20 ثانيه. كل 20 دقيقه؟ تمام. بس طبعا في ناس تقول لك انا هقعد ابص في الساعه، لا مش هبص في الساعه وبعدين شغلي ومش عارف ايه، فقلنا لك لا، حضرتك في نظاره بلو كات، لا استعملها، يعني النظاره هتبقى حمايه ليك اكتر حتى لو نظرك 6 على 6. شايفه حضرتك اهميه دور الراجل البصريات جوه المركز البصري بيبقى عامل ازاي؟ توعيه للعميل. يعني البصري بيبقى واقف علشان يوعي العميل. انا عندي في بصريين يقول لك انا عندي 1 2 3، بهمه ان هو يبيع العدسه بس، لكن انا كبصريه لا، انا ببيع العدسه، والعدسه دي فيها مقومات تحمي عينيك، الحمايه دي موجوده في 1 2 3 4. العميل ممكن يقول لك هي العدسه ممكن تكون غاليه شويه، يقول لك لا ده غاليه، فلما سرد اقول له في الرخيص اللي هو حاجه معقوله وفي سعرها كويس، بس مميزاتها حاجه واحده بس، لكن لما تيجي الثانيه بقى مميزاتها 1 2 3 4 فيها وفيها وفيها، حضرتك هتاخد ايه؟ طبيعي وبديهي بيقولي لا اعملي لي الغاليه، لان العميل في الاول وفي الاخر وفرت له الاحتياج بتاعه، وفرت له وفي نفس الوقت قال لك انا ما عنديش اغلى من عيني. تمام. الكلمه دي بسمعها اكتر من حد. طيب ليه دايما في حيره ما بين العدسه اللاصقه والنضاره الطبيه؟ عشان البنات. البنات دايما تقول لك انا مش عايزه البس نظاره، خصوصا مثلا لو عندها مناسبه، او تقول لك النضاره بتخلي زمايلي يضحكوا عليا. طيب انت ممكن تلبسي عدسه جميله، لان العدسات دلوقتي وصلنا ليها ان هي بتدي شكل جمالي للعين،
يعني بتبقى افضل كمان من العدسه اللاصقه. انت هتلبسي العدسه اللاصقه النهارده، هتلبسيها بكره، طب ما هي تعمل لك جفاف لعينيكي. مع الوقت عينيكي هتحسي انها مرهقه، ممكن لا قدر الله مش عارفه تلبسيها او مش عارفه تخلعيها من عينيك، تهيت في عينك، دخلنا في مشكله تانيه. فخليها بس في المناسبات اللي هي ايه، ما نحبش نلبس فيها النضاره، ولو انها بصراحه بتبقى حاجه يعني لطيفه ان انا البس نضاره وفي مناسبه، بس لا في ناس ميك اب مش عارف ايه، فما فيش مشكله البسيها، بس ما تديهاش اكبر اكتر من وقتها، يعني ليها وقت، ليها بس وقت محدد في البسيها، لكن مش كل يوم ومش على مدار سنين مثلا او على، لا النضاره ليها فايدتها لعينيكي، اولا بتدي تهويه لعينيكي، العدسه بتقفل على ان خلاص ما بتديش تهويه، محتاج العين زيها زي الانف بالظبط محتاجه تهويه. تمام، نسبه الاكسجين نفسها بالنسبه طبعا للعين. تمام مظبوط. طيب في برضو حيره بنلاقيها كتير جدا، لا انا هقلع النضاره خلاص قررت، او لقيت حد، لان هي دي مشكله انا حتى بلاقي ناس كتير بتعاني منها، بياخد قرار عمليه تصحيح النظر عن طريق صديق. هو تصحيح النظر انا مش ضده، بس اختار اولا اعمل الفحوصات صح، واختار الدكتور الصح اللي هيعمل لك العمليه وما يسيبلكش ليها اثر. غير كده وكده انت لازم كده كده هترجع لي بعد سن الـ40، يعني ما تتخيلش ان انت هتتخلص من النضاره نهائي، لا هتلبسها، هتلبسها سواء شمس برضه هتختار العدسه المناسبه لعينيك، وهتلبسها طبي للقرايه، لان سبحان الله احنا بعد الـ40 لازم تلبس نظاره القرايه، فما ما تحطش في دماغك ان انت هتتخلص من النظاره او ما تتخلص من كده الاخصائي كده عموما موجودة يعني. يعني. ايه اللي بتحاولي بقى حضرتك في المركز توفريه؟ والله بوفر اولا المعلومه لنفسي ان انا ابقى متطوره في كل مجال العدسات، ايه الجديد اللي نزل، حتى لو مش ببيعه دلوقتي او مش بشتغل فيه دلوقتي، بس لا لازم اكون متواكبه مع التطور الموجود في العدسات، لان هيجي وقت وفي عامل هيطلب ده. غير ده وده بوفر طبعا الماتيريال الكويس في الفريم، اللي هي الماتيريال المعدل، مش ما بشتغلش لوكال، لا يعني ده خاص بيا انا، البراند بتاعي انا، فلا انا بشتغل يعتبر كل برايفت، حتى معظم الكوبي ما بشتغلش فيها، فبوفر الماتيريال الكويس للفريم بتاعي، بوفر الحاجه الخفيفه اللي تفضل مع العميل يقول انا جايبها من مكان الفلاني وما اشتكتش منها، لا هيتعبني ولا هيتعبه، فده اللي انا بوفره في السنتر معايا. طيب دايما في بيبقى حد عنده سوء استخدام مع النضاره شويه، فانا حابب برضه اطلع من حضرتك النهارده بشويه نصايح كده ازاي اتعامل مع النضاره. اولا النضاره علشان مثلا ان انت تحافظ على شكلها على وشك لازم تلبسها بايديك وبايديك الاثنين يعني كده وكده، تمام، في ناس تلبسها كده، انا شخصيا بشوف ناس كده ببقى غيره اقول له هات النضاره اعدلها لك عشان الوزنيه بتاعتها، لان هي وزنيه وكمان الرؤيه ما بتبقاش واضحه، لان هو البؤره بتبقى متحركه من مكانها فبتسبب له صداع، هو مش عارف مصدره ايه، بس مصدره بيبقى اعوجاج النضاره دي، فدي حاجه. الحاجة التانية ان اتعامل مع نظارتك عادي، ممكن في وقت من الاوقات اغسلها لو حسيت ان هي مش نظيفة قوي، اغسل النظارة بتاعتك دي ما فيهاش اي مشكلة، بس اتعامل مع العدسة برفق يعني بالفوطة بتاعتها، بلاش بفوطة الايد بتاعتنا، لا اتعامل معاها بالفوطة بتاعتنا، اغسلها ما فيش مشكلة. يعني اكتر حاجة ممكن تخلي النظارة بالنسبة لنا حاجة مهمة هي نظافتها، طول ما العدسة نظيفة، طول ما أنا مرتاحة في الرؤية، طول ما أنا حاسس براحة عامة بقى للجسم كله، مش لا لأن طول ما أنت شايف الحاجة كويسة بتحس براحة في كل حاجة. شايفة حضرتك يعني متابعة الطفل أو الكشوفات اللي هي الدورية بتاعته مهمة؟ طبعا لأن أنت عندك، أنا لسه منزلة المعلومة دي من يومين، أن سن قوة العين بتتغير من سن 3 شهور ل 18 سنة. طيب لما انا عندي ممكن فرصه ان انا اظبط النظر شويه او على الاقل احافظ عليه بان انا اغذيه، التزم بلبس النظاره بتاعته، هتبع تعليمات الدكتور بدقه، فعندك فرصه او عند يعني الام والاب عندهم فرصه ان هم يحسنوا النظر لابنهم او بنتهم، بحيث يا له ما
ما ينزلش. هتبقى علاج بالنسبه له في علاج طبعا، النظاره في الوقت ده وانت بتتابع مع الدكتور بيقول لك ده نزل يبقى قال لك ده النظر بيتحسن، يبقى امشي على التعليمات اكتر، كثف اللي انت بتعمله، لكن ما تهملش. ما ينفعش نهمل اصلا عين طفل او عين بني ادم. خليني اسال بقى حضرتك سؤال مهم كده، اتفضل. دراسه اداره الاعمال فادت حضرتك في ايه بالنسبه لما فتحنا المركز بتاعنا؟ اولا فادتني ان انا اخد الريسك، وما يعني ايه اخد الخطوه وما اخافش. دراسه السوق يعني كويس قوي، بتخليك تحط رجلك ومش خايف ان انت ترجع لورا او تخسر، لا. بتديك قوه اكتر، بتتعرف على العميل بتاعك اكتر، لان فيها دراسه خدمه العملاء دي بتعرف العملاء بتوعك هيقدروا ياخدوا ولا لا. مع دراسة السوق اللي انت موجود فيه هيخليك تعرف افتح ولا لا. فهي دراستي لإدارة الأعمال خلتني اعرف السوق بتاعي كويس، ادرس المنطقة او المكان والقوة الشرائية فيه كويس. انا يعني ده خلاني فتحت في مكان ممكن مش معروف، بس انت بدراستك وتطورك لذاتك واكتشاف مهاراتك، لان انت لازم يكون ايه، كل بني ادم مننا لازم يبص جواه، انا مهاراتي ايه، بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه، انا ما بعرفش اعمله لازم اشتغل عليه واقويه، والمهاره اللي موجوده عندي لازم برضو اقرا عنها واقويها وابدا ادي يعني ايه ادي بيها اكتر. فده اللي بيخليني اخد الخطوه ولا مهارتي انا، وهقدر اخد الريسك ده ولا لا، لانه anyway بيبقى ريسك، خطر انت بتاخده عشان انت تفتح وتستمر. لا، ما في ناس بتفتح وبتقفل. بالظبط. فلا، انا هفتح يعني حاطط نسبه ريسك موجوده، هقعد مثلا مده معينه مش هيدخل لي مكسب، لا ده موجود، وبس ايه الصبر مع الشغل والتطوير على نفسك والتطوير على المركز بتاعك والتسويق، اعمل تسويق لنفسك كويس. غير ده وده البراند اللي انت شغال معاه كعدسات او كفريم، لان دي سمعتك انت، انت بتشتغل في حاجه عارف ان هي كويسه جدا وعارف ان هي مية مية، يعني ايه انت عارف انت شغال في ايه. حاجه يقول لك مثلا، في ناس بتيجي وتقول لك لا انت حاجتك غالي، انا حاجتي غالي حضرتك في الرخيص، روح. فاصرارك ان انت الغالي بتاعك ثمنه فيه بيخلي عندك ثقه في مكانك، بيخلي العميل نفسه يثق فيك. هو بص حضرتك، يعني خليني برضو اجادل مع حضرتك شويه. اتفضل. مش هنتخانق، بس لا هنتكلم كلام بسيط. هي الفئه القيمه الشرائيه في مصر هنا عندنا قيمه عاليه جدا. بمعنى ان احنا عندنا يعني مش في مجال البصريات بس، بنشتري في كل حاجه وبندفع فلوس في كل حاجه، بس هو زي ما انت حضرتك قلتي طريقه الخدمه او اللي انا اقدمها ازاي، فده اللي انا عايز اوصل لحضرتك معاه النهارده. هل انا شرحي للعميل كل المشكله اللي موجوده في الكشف بتسهل عليا او بتسهل على الراجل الاخصائي ان انا اوفر الحاجه الكويسه دي؟ بص، هو الكشف قدامي وانا قريته وعندي العدسه وعندي المعلومه، بس ازاي هوصلها للعميل بطريقه تقنعه؟ دي مهارتك انت بقى، دي اسمها يعني اسمها ايه، مهارات التواصل الفعال. يعني انت تواصلت مع العميل، لكن ان هو يشتري العدسه اللي انت مرشحها له او لا، ده اللي اسمها الفعال بقى، بترجع ليك انت وشغلك على نفسك. هو ده اللي نقدر نقوله في حته زي دي. لكن هو انا ممكن اقول له انا عندي 1 2 3 4، بس هو ما اقتنعش، اقنعه ازاي؟ لا، اذا انت بقى عندك الثقه في نفسك وفي العدسه وبتقنعه بايه، بكافه الطرق اللي تخليك يقول لك انا عايز العدسه دي، او بتغير اتجاههم. مثلا ممكن يكون بيشغل مع عدسه كويسه، انت عايز تشغل في انت شغال في عدسه تانية، فعايز تغير وجهه نظره من هنا لهنا، دي مهارتك انت، مهاره السيلز اللي واقف او الاخصائي اللي واقف. بتدخلنا كمان مع حضرتك في خدمه العملاء كمان، يعني طبعا واضح حضرتك برضو بعد ما بتقدم الخدمه في تواصل برضو. اكيد لازم، يعني اول حاجه لما العميل بتاعي لو هبعت له النضاره او هياخدها، تقول العدسه معاك عامله ايه، وعلى طول بيكون في اتصال مثلا كل فتره في المناسبات، لازم يبقى في اتصال، لان انت بتعمل عميل لزمن جاي، مش مجرد ان هو خد النضاره مني النهارده وخلاص، لا
انت بتخلق ولاء بينك وبين العميل. عايز نصايح من حضرتك كده، انا كشاب لسه واقف النهارده في مركز بصريات، ولقيت في فصل تام ما بين الدراسه اللي انا درستها وما بين سوق العمل اللي انا بشتغل فيه، فازاي اوفق ما بين الاثنين بحيث ان انا يبقوا مكملين لبعض؟ اول حاجه هقولها لك خريج بصريات، بص لنفسك الاول، اعرف نفسك انت شاطر في ايه وبتعرف تعمل ايه وضعيف في ايه. ما اقدرش اقول روح مثلا اطلع من هنا اشتغل هنا او اشتغل هنا، لا، بص لنفسك، اشتغل على نفسك، اقرا. لو عايز تبقى صاحب سنتر او صاحب محل اشتغل على ده، بس شوف انت عندك القدره ان انت تعمل ده، ولو عملته يعني ما برجحش قوي ان كل واحد يطلع من المعهد عايز يفتح محل نظارات. وعايز سفر، خلي الخطوة دي شوية بس، تمام، نجرب جوه البلد الأول. مفيش حاجة بتخليك تفكر يعني ايه هو حل سهل، معنى ان انت بتدور على حل سهل انت يعني انت مش عايز اصلا تشتغل. اما انت هتروح هتبقى حلم في حياة حد تاني، طب ما تعمل حلمك انت، انت ليك حلم بس دور عليه، انت بتبقى تايه، بتبقى خارج من المعهد تايه، دور على الحلم بتاعك، شوف مهاراتك انت ايه، اشتغل على نفسك، اتعلم. عايز تعمل محل بلاش تقوم بيه لوحدك، دور على زمايلك، هتلاقي واحد شاطر في الإدارة، هتلاقي واحد شاطر في المبيعات، هتلاقي واحد شاطر في الاكونت المحاسبة، يعني بيحب يحاسب وكده. طب ما نجمع كلنا مع بعض، كل واحد شاطر في حاجة، ونفتح محل واحد، بدل ما نفتح محل واحد أو بدل ما نفتح 4 محلات لعميل واحد، لا، هنفتح محل واحد يخدم مجموعة من العملاء. فدي بالنسبة للي عايز يفتح محل. تمام. أما اللي مش ما عندوش القدرة دي أو اللي هو مش حابب يكون صاحب محل أو ياخد الريسك ده، اشتغل على نفسك، اقرأ كتير، تعلم كمبيوتر، علي مهارتك في اللغة، وقدم في الشركات الكبيرة علشان لما السي في بتاعك يتحط وتعمل الانترفيو بتاعك يتقال الحد ده كويس لازم يبقى معايا. فانت كل ما هتشتغل على نفسك كل ما المردود هيبقى اعلى، بتزود كمان الخبره معاه في التعامل مع الناس. طبعا كل علم انت بتدرسه بيديك حاجه، حتى لو انت عندك المعلومه بتلاقي حاجه جديده بتاخدها. يعني انت ممكن تقعد كورس بالكامل وانا ما استفدتش حاجه، لا، يبقى انت مش مركز. لكن لو ركزت في كل كلمه بتتقال من المدرب اللي بيديك او المدرس اللي بيديك، هتلاقي حاجه يعني ايه تعليك اكتر، بس انت اللي ما بتبقاش مركز كفايه. عايز من حضرتك بس رسالة أخيرة كده، لأنا كمواطن مصري أتعامل إزاي مع مجال البصريات، وإيه الحاجات اللي أنت حابة اللي أنت تخلينا أبقى واعي ليها أكتر؟ هو العملاء بتوعنا للأسف بيبصوا للنظارة على إن هي حاجة بشوف بيها وخلاص. فأنا بقول لحضرتك كعميل أو كمرتدي نظارة، لأ، العدسة دلوقتي أو النظارة ما عادتش حاجة بتلبسها عشان تشوف بيها وبس، لأ، ده بقيت حاجة عشان تلبسها وتشوف بيها وتريحك، لأن فيها في عوامل جوامع ومتغيرات أثرت على عينيك وأنت مش عارف السبب. والنظارة لما بتلبسها بعدسة كويسة وعدسة معمولة صح بتديك راحة أكتر، بتديك رؤية أوضح. يعني هي كلمة أنا دايما بقولها، النظارة جزء لا يتجزأ من الاتزان العام لجسم الإنسان، مش مجرد حاجة بنلبسها وخلاص، لا، النظارة حاجة قيمتها عالية قوي وبتعوض حاجة عندنا غالية قوي، لأن النظر غالي علينا كلنا، فهي تعتبر يعني جهاز تعويضي للنظر اللي راح مننا أو اللي اتولدنا بيه. فيها مجهود رهيب، يعني ما حدش برضو بيبقى واصل له، بتتركب إزاي، العدسات بتيجي إزاي، محدش وصل، هما ما بيهمهمش ده قد ما بيهمه العدسه اللي انا لابسها مريحاني ولا لا، ده اللي بيبقى فارق معاه. في ناس بتفهم في العدسه تقول لك لا العدسه دي مش مريحاني، لا، لكن الانسان اللي بيلبس العدسه الصح وبيبقى عارف ان هي مريحاه، لما بتدي له عدسه غيرها يقول لك لا. فلازم جرب الاول العدسه، في عدسات يعني ايه سعرها في متناول الجميع وجودتها عاليه، جربها بس الاول، دي رسالتي لك، جرب العدسه دي، بلاش تروح لللوكال، لان العدسه اللوكال بتعمل لك صداع ما انتش عارف مصدره ايه، وليها تاثير كمان وليها على المدى تاثير البعيد على المدى البعيد.
طب انا ليه؟ ما احنا عندنا حاجه وكويسه وفي متناول الايد يعني، مش وبقى في تسهيلات في الدفع كمان يعني، المحلات دلوقتي قاعده بتعمل تسهيلات في الدفع، بالظبط. فدي حاجه نستفيد منها. مين كان اكتر داعم لحضرتك بقى في الحياه كده، حابه ان انت توجهي له امي رساله وابويا. النهارده؟ ماما وبابا ربنا يخليهم لي، ومن بعدهم اخواتي، هما اللي وقفوا جنبي، هما اللي دعموني، دعواتهم سند ليا في كل وقت. ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب اللهم انا امين. سعيد ان حضرتك كنت معانا النهارده جدا، وفعلا نموذج مشرف لينا احنا كلنا ولاي حد حتى خارج مجال البصريات، لان خدنا واستفدنا من حضرتك النهارده نقط كتير في بدايه مشروعي وفي بدايه حياتي وفي حبي كمان للمجال والتخصص اللي انا فيه. فانا بشكر حضرتك جدا، واتمنى ان اللقاء ده يتكرر مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء خلونا الله. نطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل برنامج 6 على 6. فاصل ونرجع تاني. الضوء الأزرق والعدسات اللي فيها بلو كات، الموضوع ده بقى منتشر جدا وبقى فيه كلام كتير حواليه. الضوء الأزرق في حد ذاته مش مضر للعين، ولكن الضرر المتوقع أو المحتمل إنه يكون من جزء معين في الضوء الأزرق اللي هو يعتبر قريب من اللون البنفسجي أو بيسموه البلو فايلوت. الضوء الأزرق بصفة عامة هو ضوء مهم جدا في الألوان ولون مهم جدا في الرؤية، عشان يقدر يعمل لنا توازن في جميع الألوان التانية. أكتر ضوء بيجي منه شدة وقوة هو ضوء الشمس، وأي إضاءة صناعية غير ضوء الشمس بيكون فيها تركيز الضوء الأزرق عالي. لو افترضنا إن الضوء الصناعي ده هو ضوء لونه أبيض، إذا بيكون فيه لون الأزرق تقريبا بنسبة عالية جدا. أي إضاءة غير بيضة، إضاءة صفراء أو أي لون تاني، تقريبا الضوء الأزرق فيها بيكون ضعيف جدا جدا. طيب هل احنا محتاجين نحمي عينينا من الضوء الازرق؟ الابحاث زي ما بتقول ان في اكتر من بحث ان احتمال كبير قوي يكون امراض في العين مع التقدم في السن عند الناس اللي فوق الـ50 او فوق الـ60، في امراض الشبكية بيكون سببها التعرض المزمن طول الحياة للضوء العالي او شدته عالي زي الضوء الازرق، زي شاشات الموبايل، زي الاضاءات الصناعية اللي لونها ابيض، هي اكتر اضاءات بتبعث او بيطلع منها الضوء الازرق الشديد. طيب انا كمستخدم نظارات، هل محتاج اعمل عدستي فيها حمايه من الضوء الازرق ولا لا؟ وهل هي فعلا مفيده ليا ومفيده لكل الناس ولا لا؟ انا كمستخدم نظارات، لو انا مستخدم او موجود في مكان دايما فيه اضاءه شديده جدا ولونها ابيض، او فيها شاشات بشكل مزمن بشتغل عليها اكتر من 8 ساعات او 8 ساعات في اليوم، والشاشات دي كلها مفيش منها اي حماية، ما اقدرش اتحكم في درجة الضوء بتاعتها، اذا انا انصحك بالعدسة اللي فيها بلو كارد. طيب لو انا حياتي او اسلوب حياتي او استخداماتي مفيش فيها الاضاءة الشديدة اللي فيها الضوء الازرق ده، او انا بالليل لما بستخدم الموبايل بقدر اتحكم في الضوء بتاع الشاشة واقدر اخليه بلو فلتر، او اقدر اعمل له تنقيح او تنقية من الضوء الازرق، زي ما دلوقتي في كتير جدا ابلكيشن والموبايلات والشاشات واللابتوبس بقى ينفع ان انت تتحكم في درجة الضوء الازرق اللي بيخرج منها. لو انت مش محتاج ده ما تعملهاش، يبقى انت مش محتاج.